ماذا قال مروان عطية اللي اتكلم عن هذه المباراة وأكد أن هذه المباراة أو هذه المواجهة مواجهة صعبة جدا جدا جدا. تعالوا نطلع نشوف ماذا قال مروان عطية قبل مباراة يوم السبت ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية. أكيد فرقة الترجي عندها لعيبة كويسة وعندها إمكانيات كويسة وبإذن الله يبقى ماتش كبير إن شاء الله يوم السبت، وأكيد طبعا إحنا مهتمين بالماتش عشان عارفين إن الترجي اسم كبير وفرقة كبيرة وعاملة ومدعمة صفقات كويسة وصفقات جديدة ومدرب جديد بفكر جديد، فإن شاء الله يبقى ماتش إن شاء الله يبقى ماتش قوي لينا وليهم. لقطة تاريخية طبعا وكانت لقطة عظيمة جدا، فكانوا يستاهلوا طبعا التحية من أي حد عربي طبعا مش مننا إحنا بس. مهارة التسديد دي موجودة عند أي حد طبعا وموجودة عند أي لاعب كرة قدم، بس بتبقى على حسب يعني الموقع والبوزيشن اللي انت فيه، وانا في اغلب الماتشات يعني ببقى واخد تعليمات ان انا ابقى متاخر شويه، فدي لا دي مش يعني ملهاش علاقه، يعني هي بتبقى على حسب الماتش وسير الماتش. اكيد طبعا تبقى باذن الله حاجه كويسه وتفاؤل كويس للنادي، وباذن الله ناخد البطوله باذن الله ونفرح الجمهور يوم السبت ان شاء الله. في اختلاف، الترجي السنه دي احلى وفي وسط جمهوره وفي وسط تدعيماته، السنه دي اقوى من السنه اللي فاتت. معلول لعيب كبير وخبره كبيره ومن كباتن الفرقه، فاكيد طبعا معلول هيأثر معانا بشكل كبير، بس اللي موجود ان شاء الله يؤدي المباراة بشكل كويس، واللي في مكانه إن شاء الله يعمل ماتش كبير، وكلنا بنساعد بعض وكلنا بنشيل بعض. زي ما قلت لحضراتكم الجو العام إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا مودينا كده الاتجاه يا رب يبقى اتجاه كويس، كلنا مبسوطين بيه، كلنا فرحانين بتركيز هؤلاء اللاعبين. عايز أقول لحضراتكم حاجة بس مهمة جدا، الواحد جواه كلام كتير جدا جدا جدا، ولكن دايما كل ما بتقرب المباراة بتلاقي نفسك بتفكر كمشجع اكتر من اي حاجه تانية. انا شخصيا واحد من الناس، انا بحمد ربنا ان انا ما بطلعش الخميس والجمعه الحقيقه، لانه كل ما بتقرب المباراه بتلاقي نفسك من جوه الواحد كان في الملعب وبعدين بقى بيشجع من بره الملعب، فالامور بتختلف. ما بال الجماهير، الجماهير اللي مستنيه، الجماهير اللي بتنتظر ان تكون في الاستاد او خارج الاستاد بتتفرج على المباراه. أنا عارف إن كله متحمس، عارف إن كله ينتظر هذه المباراة، ولكن أرجو من مجموعة الجماهير الخمسين ستين ألف سبعين ألف اللي هيبقوا موجودين إن شاء الله، أنا معرفش كم يعني الساعة الرسمية 52 وشوية، اللي هيبقوا موجودين في الاستاد القاهرة، أرجو إن أنتوا تشجعوا من أول دقيقة لآخر دقيقة. أرجو إن حضراتكم ما يبقاش في ضغط، حتى لو لا قدر الله حصل أي حاجة في هذه المباراة. لا، في المباراة 90 دقيقة ممكن يخش في الجون بدري لا قدر الله، يبقى لسه المباراة فيها كتير، ودايما لعيبة النادي الأهلي بتلعب. ليه بقول الكلام ده؟ بقوله لأنه احنا بنلعب كرة قدم مش بنلعب بلاي ستيشن. البلاي ستيشن أقدر أقول لك لا أنا هعمل خطة في المش لا، لكن كرة القدم الحقيقية والواقعية أنا ممكن أحط النهاردة إسلام يلعب باك رايت أو باك ليفت أو أي حاجة وما يبقاش موفق، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. كرة القدم فيها كل شيء، فأرجو إن احنا كلنا ندعم ونساند هذا الفريق، هذا الفريق مهما أنا وجهة نظري الشخصية، مهما كانت النتيجة يوم السبت، هذا الفريق وهذه المجموعة اللي موجودة تستحق كل التحية وكل التقدير. خصوصًا إن هما أنا مقرب جدًا من اللعيبة هذه الأيام وبسمع كلامهم وبشوفهم بيقولوا إيه وبيعملوا إيه بينهم ومع بعض ومعايا بالتليفون. بعرف قد ايه ان اللعيبه دي مركزه، كل غرضها ان هي تكسب يوم السبت، ووالله هذه اللعيبه لا تريد اي شيء الا ان هي تفرح كمان. هياخدوا مبالغ وهيكسبوا وهيعملوا وهيتبسطوا ورصيد من البطولات بيضاف لكل لعيب فيهم، ولكن والله كل واحد فيهم بتكلمه يقول لك جمهور النادي الاهلي الاول قبل اي حاجه تانية، جمهور النادي الاهلي الاول، جمهور النادي الاهلي يفرح ويتبسط وبعد كده كل حاجه تيجي. إن شاء الله ربنا يكرمنا وحضراتكم تفرحوا وتتبسطوا يا رب، وهو ده الشيء الأهم خلال هذه الفترة.